السلام واضح معكم عثمان زولاتي رحالة مغامر وصانع أفلام وميم طون المخرج ديال الفيلم وثائقي إفريقي واحد. ولكن كيبقى داكشي شي حاجه اللي كتعلمها وكتولي سان ستيل دو في كتولي كتاقلم مع اي حاجه كما كانت كتولي كتصبر على اي حاجه كما كانت كتولي كتزاد واحد الثقه في النفس لانه كيفاش كتزاد الثقه في النفس فاش كدير واحد الاكسبيريونس واحد البروجي وكينجح ما فاش كتقول بانه فوالا بما انه وصل لهادي راه غنقدر ندير حاجه اخرى ماشي ديما كتلقى داك البلاد ساهله انك تدخل ليها أو سهل يعطوك الفيزا لو ديما كتبقى تقلب على شي alternative route مثلا ما عطاونيش مثلا الكونغو غادي ندير تنزانيا مالاوي وندخل لزامبيا بالنسبة للإفريقية اللي كنشوف التلفازة بطبيعة الحال ماشي اللي غادي تكون فرلاري يعني الإفريقية اللي شفت أنا يا بعدا ما عرفت واش كنت محظوظ ما تلاقيتش داكشي اللي خايب ولكن شفت شي حاجة بصار اللي عادية بالنسبة ليا بزاف ديال القصص بحال هكا اللي كيطراو خايبين مثلا مرت بالملاريا بقيت كنقلت لها ناكل نشرب 10 ايام وانا في الفراش من اصعب الامراض اللي دازو عليا البيلهاسيه كذلك كنت مرت بالبيلهاسيه ولا دوده صغيره كتقدر تدخل في الجسم ديالك شنو اخر كنت كانوا شديت في الحبس في كوت ديفوار واحد الليله شديت واحد المره اخرى في مالاوي كانوا شدوني شهرين حتى دخلت حارق ما كانش عندي فلوس باش ندخل المالاوي وحركنا كانوا غي يخليوني شهرين في الحبس ومن بعد يديروا لي ريفول للمغرب وعاد المهم بعد شحال حنا كنناقشوا معاهم في الاخر عاد تلقوني نعس واحد المره بالخطا واحد البارك ديال الحيوانات بالغلط في كينيا ومن بعد في الليل كنسمع داك الشيء الحيوانات كاملين دخل ما نعسش الليله كامله ما كيبقاو هادو تجارب زوينه انا كيعجبوني انه ندوزهم يعني انا نخرج منهم لانه فاش كتكون عايش هما ماشي مزيانين ولكن فاش كترجع للدار وكتلقى بانك دوزتي ديك التجربه كتفرج فيها فيديوهات داكشي اللي صورتي كتحس بواحد المتعه وواحد كتحس بانك فخور بداكشي اللي درتي وفرحان كنت خدمت في السنغال مع الصياده جار الشبكه ولا ندير اي حاجه تعاونهم كنت خدمت في مالي مع واحد الميكانيك كنت خدمت في كوت ديفوار وخدم في واحد المعمل ديال كيصايبو البيسكوي والبونبون في اغلبيه الوقت كنت كنخدم فوتوغراف في لي زوتيل ولا ريستورون كاين حتى شي حاجه مستحيله اي حاجه الا بغيتي تقاتلت عليها راه غادي توصل ليها كما كانت